أهلا بيكم. هو تخصص غامض شوية، الناس مش فاهمة بالظبط إيه الفاميلي ميديسن، بيعمل إيه، هل ده شيء له قيمة فعلا، ليه الناس بتبص له نظرة خلينا نقول بصراحة دونية شوية، بس طبعا النظرة دي عندنا إحنا، إنما في كل العالم ده مش حاصل إطلاقا. عشان نبدا نتكلم لازم نفهم الاول ايه هو الفاميلي ميديسن، طب الاسره، وايه علاقته بالسفر بره او الهجره بره از جيت فور ايميجريشن. اعرفكم نفسي مبدئيا، انا الدكتور احمد عبد الرحمن علي، انا اخصائي طب اسره، شغال في مركز تربيه سراي لوبه، ومعايا الاي ام سي المعادله الاستراليه، والجزء الاول من المعادله الامريكيه يو اس ام ال اي ستيب 1. وطبعا حابب اكلمكم عن التخصص اللي انا شخصيا شايف فيه اكتر كتير من فكره مهرب او مخرج للهجره. مبدئيا انا حاصل يعني الحمد لله تقديري امتياز مرتبه شرف، كان قدامي اي تخصص تتخيلوه او لا تتخيلوه الحمد لله متاح، رمد، جلديه، اي حاجه، جراحات، كله كان متاح، بس انا اخترت التخصص ده تحديدا لسبب هكلمكم عنه. مبدئيا اي هيلث كير سيستم في الدنيا، اي نظام رعايه صحيه في الدنيا بيبقى عامل زي خطوط الدفاع، في خط اول وخط ثاني وخط ثالث، في برايمري هيلث كير، سكندري هيلث كير، اند تيرشري هيلث كير. بمعنى ايه؟ بمعنى اي حد في الدنيا في اي دوله فيها نظام طبي محترم بيتعب بيروح اتفضل يروح مبدئيا لخط الدفاع الاول، الحارس اللي واقف على بوابه مدينه الطب خلينا نقول، وهو الطبيب الاسري. الخط دوت بيقف عنده حوالي 70% من كل البيشنتس، يعني 70 من كل 100 عيان بيقف عند الخط ده بيتم علاجهم، والموضوع عند كده بينتهي. وبعد كده ال 30% الباقيين بيترحلوا عن طريق الفاميلي فيزيشن بمعرفته للخط اللي بعده، اللي هو السكندري او اللي هو الاخصائي. وده مثلا بيتولى من 30 يمكن 20 منهم، وقد وفي حالات معينه بيبعت بعد كده للخط الاخير التيرشن. بمعنى لو فكرت فيها، هل كل حد عنده صداع او برد يروح لاستاذ بطنه؟ مش ده اللي بيحصل عندنا؟ هل ده وضع سليم؟ طيب خلينا نقول مبدئيا، هل الصداع او المغص ده شيء هايف؟ قد تتخيل كده، بس خليني اسالك السؤال ده وانت مصدع وانت عندك صداع شديد جدا، واسالك هل الصداع ده شيء هايف؟ اكيد رايك هيختلف تماما. مفيش حاجه اسمها تعب هايف وتعب شديد، عشان بس ما نقولش ان هو بيعالج الحاجات الهايفه، لا هو مش بيعالج الحاجات الهايفه، بس هو بيتولى الحاجات الكومن والحاجات اللي قد تكون شائعه في مجتمعه. ده مبدئيا عن قصه الكوردينيشن اللي بينتج عن النظام ده، ان العمليات تبقى ماشيه بشكل منظم. وخلينا نقول ان هو حتى الفاميلي فيزيشن لو بعت بيشنت لاخصائي او كونسلتنت حتى بيرجع له تقرير من السبيشالست او من الكونسلتنت، وهو برضه اللي بيكون زي ما يكون مايسترو او مدير للقصه دي كلها في النهايه برضه، وزي ما يكون الاخصائي او الاستشاري عضو في الفريق يرقصه او يرقصه طبيب الاسره. الفاميلي ميديسن هو الحلقة الناقصة.